السلام عليكم، مرحبا يا شباب. طبعا تلفزيون ريجال، ريجال والفيستيل هدول نوعيات تركية. الريجال والفيستيل بيجوا كلهم نفس الشيء. طبعا هاي البرد، تمام، هاي شغلنا، نعطيه نبضة. ما بعرف إذا الصوت واضح عليكم. عم بيطلع صوت تكتك هيك. كل هاي البورد تبعه شايفين؟ طبعا هو التلفزيون قديم بس ما فيه يعني تصليح. أول شي بنطفي هاي، ثبتنا التليفون هون، بنجيب الأوضة شغلنا بده يصير عند ترانستر جهة هاي بالمنشأة. أنا برأيي هيك أفضل. والله وقت بيجينا صوت التلفزيون عم يتشكشك، ان كان عن طريق النبضة او ان كان عن طريق طبعا هي الساعة تبع الايفو. عم ندقر هدول بيعطي للاخير. تمام، اول شيء بنفحص الترانستر الجاد. طبعا هون بنحط مثل ما انا شايفين، بنحط هذا على النص وهيدا لهون. بنفحص هلا هيك، هلا عم بيعطينا ترانسفير الجهد، ما هو انه شورت. تابعوا معنا وركزوا، يعني ترانسفير الجهد هو لازم وقت تقيس هيك لازم يفرغ العقرب تبع الساعة، تحط في العكس يعطي قياس دايود. تمام، نجي بنفك الإجرة من الصينية، بنحميها، بنفك الإجرة من الصينية مشان نعرف العطل منين، يعني العطل من ترانستور الجهد. شايفين شباب؟ هلا الشورت على اجر الترانسفير الجهد العالي او ترانس اللاين راح. واضح عليكم؟ انتبهوا على الافو، وانتبهوا على الساعة، وانتبهوا وين عم بحط. هلا حطينا هون، حطينا هون على الاجر الصينية، شايفين كيف؟ عم يعطي انه ضارب، يعني ترانسفير الجهد هيك بهالحالة ضارب. بنحط على ترانس اللاين هون على الاجر الخارج تبع 110،
ما في عليها شيء. هون شو بنعمل؟ بنفك الترانستور تبع الجهد. طبعا هذا التلفزيونات التركية بيجي إلى الترانستور رقمه بيو 808، برد بكرر بيو 808. بعض الأحيان بنحط له نحن دايود. طبعا الترانستور غير أنواع بيشتغل هو، بس أما الترانستور البيو 808 أفضل. والسبب اللي بضرب الترانستور، يعني السبب في مكثف، المكثف هذا 10 ميكرو على 50 فولت من تابعه. هلا هون ركزوا معي، هون الخط ال 110 اللي طالع من جهة العالي، هون خط الشاصية، هون خط النبضة. نتابع الخط تبع النبضة هيك هيك جاي هيك عن طريق مقاومة، ومن طريق مقاومة على طريق مكثف. تمام، مكثف 10 ميكرو. هي هون مطرح ما اللي يحمين كلن. كمان المكثف بدنا نفكه، بحيث ما بدلنا المكثف حطينا بيو 808 برد بضرب. تمام يا شباب، يعني هاي نركز عليها هاي الشغلة. طبعا الترانستور هذا هو اشغلكم الإنارة. هذا هو، المهم بقرا لكم الكتابة اللي عليه. بيو 808 هذا هو. تمام، طبعا هلا بجيب لكم ترانزستور نفس الرقم ونفس ال هاي العاطل. وهاي شغال. هلا العاطل لاحظوا معي عم بيعطي شورت، شايفين؟ هلا وقت اللي فكيناه كان عم بيعطي شورت بس لنص الساعة. هلا هذا عاطل والتاني عاطل، الاثنين عاطلات. هذا كمان مشورت، انا مبالي بدي اركب هذا كمان طلع طيري، شايفين؟ هلا هذا هيك فيه تسريب، يعني كمان عاطلة، شايفين شباب؟ مشورت على كل الاطراف عم بيقيس. وهذا كمان عاطلين، هذا اللي كان راكب على التلفزيون الاساسي. هو هذا مستعمل، انا فكيته من الشاصية مبالي شغال طلع عاطل. قول عنا خرطة كتير، يعني بالنسبة للكسر وللفرط عنا كتير.
هلا هاي بيو 808 هلا هون صار عندنا ثلاثة. لاحظوا معي تمام، لا هذا هيك شايفين ما بيعطي، بنحط ال هذا شغال شباب تمام، بتحط هذا هون بيعطيك مثل قياس دايود، يعني طرف بيعطي طرف ما بيعطي، عندك هدول الطرفين بيعطوا. ليه؟ لانه اسمه ترانزستور جهد، يعني هلا اللي بيجي فيه دايود من الله نحن تغذية. طلع هلا هذا على كل الاطراف بيعطي شورت، هاد لاحظوا معي ما عم بيعطي شورت بس انه عم بيعطي قياس ما هو نظامي، شايفين؟ هدول الاثنين عطلات. هلا بدنا نركب هاد نحن. اهم شيء المكثف العشرة ميكرون، هلا كمان بفكه ونركب واحد. هذا المكثف العشرة ميكرون يعني هو بصيبه تلف هو اللي بيضرب الترانزستور الجهد العالي. طبعا مثل ما قلنا المكثف العشرة ميكرو بيجي عشرة ميكرو على خمسين فولت، الأساسي بيجي عشرة ميكرو على خمسين فولت. بتتابع الخط الترانستور تبع النبضة بتلاقي رايحات الإجرين الترانستور عليه. هلا هذا المكثف مركب 10 ميكرو على 63 فولت تمام. هذا نحن المكثف 10 ميكرو على 50 فولت بيشتغل يعني نفس ال هذا المكثف. اذا ما بدلناه اذا ما غيرناه بيرد بيضرب البيون، بيرد بيضرب البيون 880.
هلا هيك لحمنا وخالصين. طبعا دوما بنطلع اذا في الحامي فيك، ان كان على الفرتيكال ان كان على الفتايل تبع الشاشه، ان كان اي سيت الفرتيكال هي الله امن عم نحن. تمام، نعيد الحيمات عليها، تكون احيانا من الحراره ومن الاستعمال. هو ما واضح على الكاميرا بس عندي ببين انا. تمام، نعيد عليه هون الحيمات، ان كان هون عندنا المشرط، ان كان الكبير اللي طالعات من السوكه تبع الالوان اللي رايحات على مجموعه العمليات. يعني بعد ما نخلص نطلع هيك على الفيش على خط ال 180. لانه بيقول لك الزبون والله كان شغال، كان طيف يعني، وبعد ما صلحناه يا راحوا صار يغم. هون عندنا تشكة المشط هي اللي هون، ما بعرف اذا وقفت الكاميرا هي اللي هون عندنا الحيمة. احيانا بكون اذا خط منه مقطوع بصير زهري، بصير ليلة، بصير كذا، بقول لك الوانه صارت تتغير تماما. فنحن بنلحم الفيش تبعه هي كلها. هيك شغلنا، اعطيناه نبضه مثل ما انتم شايفين، الضوء حول اخضر. هاي اشتغل وتمام تمام. هاي الساعة بتطلع بعد 5 دقايق، اذا ما في عليه صورة، اذا ما في عليه صورة على المشط بيرد بيطفي. واهلا وسهلا بالشباب اخوكم ابو منير.